الجزائر دائما عبر سوناتراك كان دائما وفية بالتزاماتها، ودائما عندما توقع عقد أو تلتزم بتمديد الغاز أو البترول أو مواد المحروقات في كل مجالات هذه مجالات المحروقات، سوناتراك الجزائر دائما توفي بتعهداتها وتلتزم التزام تام بالكميات التعاقدية. فهذا نعطيك جواب صريح وبدون أي ديماغوجية أو أي يعني هذا العقد قضية بيزنس يعني ما بين شركة وشركة. وكذلك الجزائر من خلال وزارة الطاقة والمناجم تقف وراء هذه الالتزامات لتطبيقها تماماً.